وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليه الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم عتوا كبيرا يوم يرى الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يوم خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للحق الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى ربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم القران جمله واحده كذلك لنثبت به مواردك وارتلناه تارتيلا ولا يزنك مثلا الا جناك بالحق الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزورا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أورقناهم وجعلناهم للناس آية وأعذبنا للظالمين عذابا أليما وعاد وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا دبرنا تدبيرا ولقد أتوا على قرية التي أمطرت مدرسها أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الله أهذا الذي أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها واستطعنا من حينا يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من تأخذ إلهه هوى أفأنت تذكر عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يقلون إن هم إلا كالأنعام بل ما ضلوا سبيلا وتوكل على حي الذي لا ألم تر ربك كفا من تذل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه ليلا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد شربناهم منهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نظيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض بينهما الذي خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا فحال الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر فحال الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر فحال الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر فحال الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا
أنفقوا لم يسرفوا لم يقدروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وليخلد فيه مهانا إلا من تاب آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله مدبا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليه سما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخر نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت عنهم خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من رحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك هو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقدرون. ولكن لا فذهب بآياتنا إنا معكم مسامعون. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. ولا ألم ربك فينا ولبت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين. ورفعتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم ووهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تسمعون. وربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسلكم الذي أرسل إليكم مجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلهًا غيري فأنجيناك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين. إن المدائن يأتوك بكل سحار عليم. وجمع السحرة قد يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا من الغابرين. فلما جاء السحرة قالوا فرعون إن لنا لأجرا إن كنا الغريبين. قال نعم إنكم إذا من المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم عزيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقوا موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين هم هارون. ولا آمنوا لهم قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لو قد يعنى إيديكم وأرجلكم لخلاف ولم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. ولا الضير إنا إلى ربنا منقلب. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول مؤمنين. فأوحينا إلى موسى أن أسر من بني إنكم تابعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشر إن هؤلاء إلى شر ذمة قليل. وإنهم لنا لغائذون. وإنا لجميع حاذرون. وأخرجناهم من جنة وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك. وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم شجين.
ولما تراءى الجمعان قال أشرب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق الضوء العظيم وأزلمنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين ثم أغرق الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إن قال أبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظلونها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أعظم وأن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرز الجحيم الغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون وكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذا نسويكم رب العالمين فما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من الشافعين ولا صديق حميم ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كان لمن قوم نوح المرسلين قال ما أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا ما أطيعون فما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله أطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ولا ما علمي ما كان يعملون إن حسابهم إلا ربي لا تشعرون وما أنا بالضالد المؤمنين إننا إلا نذير مبين قالوا لئن لم ننته يا نوح لتكونن من المرسلين قال يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إنا قومي كذبون فافتح بيني وبينهم الحوا نجيني ومن معي من المؤمنين وأنجيناه ومن معه في البلد المشهور ثم أورقنا الآخرين إن في ذلك الآية ثم أورقنا بعض الباقين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين قال هم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين ضادعون فما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية لعبتنا وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بلشتم جبارين فتقوا الله أطيعون وتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبرين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن معذبين فكذبوا فأهلكناهم من قبل ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب وإن ربك لهو العزيز كذبت قوم كذبت ثمود المرسلين وقال هم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتدركون فيما هاهنا آمن في جنة وعيون وزروع ونخل ضلعها هاديم وتنخذون من الجبال بيوتا فرهن فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إنكم صادقين قال هذه ناقض لا شرب ولكم شرب ولا ما لكم شرب يعمالهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب القوم نوح المرسلين قال ما أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا واطيعون أما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أتأتون ذكرانا من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم لقادير رب نجني وأهلي ما يعملون فنجيناه وأهله وأجمعين إلا عن جزء من الغالبين ثم أدم الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم وأمطرنا عليهم مطرا فساء المنذرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين قال لهم شعيب
تقول إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسط المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تخافوا في الأرض مفسدين وأن كل الذي خلقكم والجبلة الأولين وإنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن أظنك من الكاذبين وأسقط علينا كسفا من السماء من الصادقين وقال ربي أعلم ما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الذله إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك الآية ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم وإنه لتنزل رب العالمين أنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان العربي مبين وإنه لفي الزبور الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك نزلناه به وعلماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ويأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمدعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزل بالشياطين وما ينبغي لهم من يستطيعون إنهم من يستعمل معجورون ولا تدعوا الله إلى آخر تكون من المعذبين وأنذر عن شيرانك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه سميع عليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين فنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع أكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم نر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لم يؤمنوا بالآخرة زينا لهم أعمالهم وهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم بالآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون ولما جاءها نودي أمرك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين سبحان رب العالمين يا موسى إنه على الله العزيز الحكيم وألقي عصاك ولما رآها اهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلا فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين ولما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها ما استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا ما نقدر وأوتينا من كل شيء هذا هو الفضل المبين وخشر لسليمان الجنود من الإنس والجن والطير وهم ينزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها من ندخل مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون فتبسم الضاحك من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل الصالحة ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأنت فقد الدار فقال ماريا لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو أدم شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتني بسلطان مبين أما كذا ولو بعيد فقال أحد ما لم نحط به وجدك من سبأ من البائدين
يقيد إني وجدت ما أذن أمركم أودت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدها قومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وأعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم على الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر على الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا سنظر أصعد أقوى أم قدم الكاذبين اذهب بكتاب هذا فلقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قال يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وأفتوني في أمر ما كنت قاضي عند الأمر حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية وناذرة مما يرجع المرسلون ولما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم لا فرحون ارجع إليه فلنأتينهم جند لا قبال لهم بها ولنخرجنهم من هذه الأرض وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عمي فريد من الجن أنا آتيك بهم قبل أن أقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين والذي علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ولما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر فمن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكر لها على شهادة أنظر أنها وعلى شهادة أنظر أتهدتي أم تكون من الذين لا يهتدون ولما جاءت قيل هكذا عرشه قالت كأنه وأوتي العلم من قبلها وكل مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل صرح ولما رأت وحاسبة الأبجد وكشفت عن ساقيها قال إنها صرح ومرض من قوارير رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأنا قد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا لنعبد الله فإذا هم فريق يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون من سيئة قبل حسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك ومن معك قال الضائرهم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبينه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وما كر مكر وما كرنا مكر وهم لا يشعرون وانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فأدرك بيوت مخاومية ما ظلموا إن في ذلك العدل وقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا القوم وإذ قال قومه أتعتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون رجال شهودا من دون النساء بل أنهم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجينا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأمطرنا عليهم مطرا وساء مطر منذرين والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون